بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلدي سؤال من أحد الإخوة يقول: نحتاج إلى حلقة مخصصة عما يعرف بعلوم الأرواح والمعالجين الروحانيين، فقد انتشروا في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما حكم ما يقومون به؟ وهل هي حقيقة أم هي أمور شركية مذمومة؟ فإن كان الأمر يحتاج إلى تفصيل، ما هي الضوابط التي يفرق بها بين المحق وبين المبطل؟ أولا، ما السبب في انتشار هذا البلاء؟ السبب في انتشاره هو الفقر إلى الروحانيات بعد انتشار الفكر الوهابي القائم على تبديع المسلمين بالجملة، ومحاربة علم التصوف الذي يرتقي بالناس ويملأ الفراغ الروحي لديهم بالأدلة الشرعية المرعية بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالناس بحثوا عن البديل فوجدوه في هؤلاء الروحانيات، هذه تحصلها بذكر الله سبحانه وتعالى حيث تطمئن القلوب، تحصلها بصحبة الصالحين حينما ترى أهل الله تعالى وترى اتصالهم بعالم الغيب، وترى لديهم الكشف عيانا، وترى لديهم الكرامات التي تزيد يقينك بالله سبحانه وتعالى، وتعلم أن خلف هذا الكون يوجد كون آخر غير منظور. ظهر هذا الفساد فاستشرى هذا البلاء. هذه مقدمة. هؤلاء المعالجون بالأرواح، المعالجون الروحانيون، أكثرهم نصاب ودجال، أقولها بالصريح المريح. حينما ترى طريقته وترى هيئته وترى، وطبعا لابد لك من ميزان ومقياس تفرق به بين المحق والمبطل. من عرف الصالحين وعرف الأولياء يكتشف هؤلاء من أول نظرة، وربما من دون أن يتكلم ترى من هيئته وهو منطفئ النور، وهو يتكلم بما يجذب به انتباه العامة ويدر عليه دخلا ومالا. أول علامة هذا هؤلاء المحتالين هو المال، أو ما دام طلب منك المال وخاصة إذا كان كثيرا، فاعلم أن هذا الإنسان محتال، يلعب ويبحث عن الرزق. هذه أول علامة. ثانيا، الكلام الذي يقال ما هو؟ لابد أن يكون من ذكر الله سبحانه، لابد أن يكون من القرآن، لابد أن يكون من كلام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل مادته ليس فيها طلاسم، وليس فيها أشياء غريبة، وليس فيها ما يخالف الشريعة. الطلاسم والكلمات الغريبة ربما تكون استحضارا للجن وللشياطين وللمرضى، وربما تكون سحرا، وربما تكون نوعا من الشعوذة ليس لها معنى ولكن يخدع بها الناس. فنحن في هذا الباب لا نقبل إلا ما كان واضحا. رأيت أنا من يعالج السحر، أنا رأيته، ومن يعالج بطريقة روحانية كما يقال وهو صادق في هذا. العمدة على ذكر الله سبحانه وتعالى، العمدة على كتاب الله سبحانه وتعالى، العمدة على شيء مفهوم، ذكر لله سبحانه، صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء من هذا. هل ما يفعلونه هي أمور شركية؟ إذا كان عند الشرك واضح والعياذ بالله فهذا الشرك، تمام، انتهى الأمر. أما عبارات لا أفهمها عند ذلك لا يحل لي أن أسلك هذا الطريق مع الاحتمال. طيب، هناك أشياء، لنتكلم بواقعية تامة، هناك أشياء ليست شركا وليست كفرا، وأنا أثق بالناقل ومن نقل عنه، أعرفه من العلماء الصالحين من الأولياء، ولكن عنده نوع من الأوفاق
والرموز لا تخالف الدين، يعني لم يأتي بها الدين ولم يردها الدين، فهذا مرده إلى الواقع. إيش يعني الواقع؟ بعد الثقة به وبدينه وأخلاقه وأنه لا يرتزق من هذا الأمر، هذا قيد مهم جدا، نقول لا يرتزق من هذا الأمر. وأنا اطمأننت إليه وهو يتحدث بما لا يخالف الدين وليس عندي دليل على موافقة الدين، غاية ما في الأمر أنها رسومات وأشياء وكذا وحروف لكنها ليست عبارات وطلاسم أعجمية وخرافات وخزعبلات، لا، غاية رم أو أوفاق ورموز، اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يكتب بطريقة غريبة ليست معتادة، لكن ليس في هذا ما يخالف الدين. هنا أتحول من دائرة النص إلى دائرة الواقع. ما هو الواقع؟ هل هذا علاج وأثبت فاعلية؟ إذا كان علاجا وأثبت فاعلية فأنا أجيزه من جهة الواقع ليس من جهة النص، يعني لا ينسب هذا إلى الدين ولا يقال هذا من دين الله ولا يقال هذا فعل شرعي، لكن غاية ما في الأمر أنه فعل لا يخالف ما جاء به الشرع. هناك علوم كثيرة مهجورة ذهب أهلها أو قلة قليلة يعرفون هذا، كانت نافعة ورائجة. يعني حدثني شيخنا الشيخ علي جمعة عن صندوق كان في الأزهر، وصندوق قديم قبيح المنظر معلق، أصرت هيئة الآثار إلا أن تفتح هذا الصندوق لتعلم ما فيه. يقول وقد حذرناهم ما استمعوا إلى كلامنا، أخذوا ذلك الصندوق وفتحوه فلم يجدوا فيه شيئا، عادوه إلى مكانه. بعد تلك الحادثة صار الحمام يهجم على الأزهر الشريف من كل مكان، وما كان يقترب أصلا من جهة الأزهر، ما كان يقترب من جهة الأزهر. طيب ما السر في هذا؟ علوم. الجاهل أو الوهابي مباشرة سيقول لك ماذا؟ هذا سحر، كان سحر علماء الأزهر يسحرون، سوء ظنهم بالعلماء والصالحين والأولياء أرداهم المهالك. طيب ما هذا؟ طيب ليس معناه إذا كنت يعني شيء لا أفهمه ليس معناه أنه لا يفهم أو أنه سحر، لا تلازم بين هذا وهذا. فإذا خلاصة ما نقول في هذا الباب، الأصل في باب ما يسمى الروحانيات الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في محراب العبودية بكثرة الذكر، بإنارة القلب، بالقيام في الأسحار، بصحبة الصالحين، بمجالس الذكر، بزيارة الأولياء والصالحين أحياء ومنتقلين. نعم هذا كله يعطيك روحانية وهي ملموسة لكل من جرب هذا. مع فقد هذا الجانب لا نلجأ إلى هؤلاء المشعوذين والدجالين. والله عندي بخور، والبخور قيمته 10,000 دولار أو 5,000 أو لا ليس غاليا جدا 1,000 دولار، وهذا البخور يستطيع أن يفعل كذا وكذا. طيب أنت كيف تثق بهذا الأمر؟ كيف تثق بهذا الرجل؟ يأخذ منك المال ويعطيك أشياء تافهة ويخدعك بها، ثم يطلب منك أشياء تأتي بها من العطار لا تقدم ولا تؤخر، غاية ما في الأمر أنك تعيش في أجواء غريبة، وربما هذه الأجواء الغريبة قد تكون سببا أحيانا في العلاج النفسي، لأن المشكلة نفسية أحيانا ليست حقيقية وليس جن ولا خرافات، لا يوجد جن في الموضوع، وهم نفسي، فهو بذكائه استطاع أن يسيطر عليك بقضية نفسية أيضا. هذا الوهم يؤثر، لكن لماذا تقع أنت فرصة لهؤلاء الخادعين؟ لماذا يبتزون أموالك؟ ثم رأيت حركات مريبة وتصنع كبير جدا، وكأنه يخاطب جنا أمامه، ممثل درجة، ولا في بعضهم هذا كذا، له قنوات فضائية يفعل بهذا، ظاهر التمثيل تماما، حركات يعني الحركات التي فيها تصنع ظاهر تماما.
علموا أنفسكم وأولادكم ومن حولكم المعوذات وذكر الله تعالى والاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأوراد الصالحين ورد الإمام النووي وحزب البحر لسيدي أبي الحسن الشاذلي والسيف القاطع للسيد أحمد الرفاعي. تعلموا هذا، هذا هو النافع. إنسان يبحث عن الوارد 100% خذ الوظيفة الزروقية لسيدي أحمد الزروق كلها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تزيل عنك ما تخاف منه إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.